اوكي الصوت واضح ما هيك؟ اوكي اضطرينا نعطي المحاضرة التعويضية اليوم على اعتبار انه الشعبة الثامنة صاروا اخذين 7 محاضرات لحتى يمشوا الشعبتين سوا، الشعبة السادسة والشعبة الثامنة يمشوا بنفس السوية. اضطرينا نعطي محاضرة اليوم وهي محاضرة تعويضية على المحاضرة اللي راحت علينا يوم التنين. محاضرة اليوم متابعة للمحاضرة السابقة يلي حكينا فيها عن المعالج المحاسبي والتسويات الجردية لحسابات المدينين، الديون المعدومة ومخصص الديون المشكوك فيها. قبل ما أبدأ، أي سؤال عن المحاضرة السابقة؟ أي سؤال؟ إذا في أي سؤال عن المحاضرة السابقة؟ أوكي. إذا نبدأ اليوم بالتسويات الجردية للحسم المنتظر منحه وأوراق القبض. إذا راح تكون عنوان محاضرة اليوم التسويات الجردية للحسم منتظر منحه وأوراق القبض. ممكن حدا يقول لي طيب يسألني ليش الحسم منتظر منحه؟ الحسم منتظر منحه هو نفس الحسم الممنوح للزبائن. إذا بتذكروا بمحاسب واحد كان يتم الاتفاق بين التاجر والزبون على طريقة التسديد. إذا الزبون أخذ بضاعة وليكن بواحد عشرة 2020 على الحساب وليكن مبلغ 50,000 ليرة سوري، تم الاتفاق انه يتم التسديد مثلا بواحد ثلاثة 2020 2021، الا انه قال التاجر للزبون اذا بتسدد لي بواحد اثنين 2021 رح اعطيك حسم مقداره 10% على البضاعة، اسمه حسم تعجيل الدفع. لذلك في حال سدد هذا الزبون حق البضاعة بواحد اثنين 2021 راح يستفيد من حسم مقداره 10% اللي هو بتطلع 5,000، وبالتالي بالنسبة للتاجر هي خسارة محتملة، لأنه إذا سدد قبل او ضمن التاريخ المتفق عليه راح يضطر التاجر يعني هيك مصروف يحمله لحساب الارباح والخسائر. اذا هو مصروف، الحسم منتظر منحه هو مصروف وبالتالي هو خساره محتمله. محتمله لانه نحن ب 2020 لسه ما تحققت. راح تتحقق هذه الخساره اذا تم التسديد قبل موعد الاستحقاق الفعلي، رح يستفيد الزبون من هذا الحسم، بالتالي هي خسارة محتملة. وأي خسارة محتملة يجب أن يكون التاجر جاهزا لها من خلال تشكيل المخصص. دائما لما نشوف خسارة محتملة لابد من تشكيل المخصص. أي خسارة محتملة، أي خسارة محتملة في المستقبل لابد من تشكيل مخصص لهذه الخسارة. لذلك رح نتناول بمحاضرة اليوم التسويات الجردية الحسم ممنوح، هون خطأ مطبعي، ممنوع هو الحسم ممنوح. رح نتعرف على حسم أوراق القبض والتسويات الجردية المتعلقة بها، رح نتعرف كيف يتم عرض أوراق القبض في الميزانية. المعالجة
المحاسبية لمخصص الحس الممنوح. رويد، في مشكلة بالصوت عندك؟ رويد عم تسمعني؟ إيمان، إيمان مسموع الصوت؟ أوكي أوكي. إذا المعالج المحاسبي المخصص للحس الممنوح، بتذكروا كيف تعاملنا لما كان في عندنا ديون معدومة وبدنا نغطي الديون المعدومة من المخصص؟ كنا نقول من حساب مخصص ديون مشكوك فيها إلى الديون المعدومة. هلا بشكل مشابه، لما يكون عندي مصروف حسم ممنوح رح يكون من حساب مخصص حسم ممنوح إلى مصروف حسم ممنوح. بنفس الطريقة تماما، بنفس الطريقة. إذن القيد المعالج المحاسبي المخصص للحس الممنوح أو للحس الممنوح هو من حساب مخصص الحس الممنوح إلى حساب مصروف الحس الممنوح. يعتبر مصروف الحس الممنوح من المصاريف المالية أو التشغيلية. يعني مصروف الحس الممنوح مثله مثل الديون المعدومة رح يظهر في قائمة الدخل. أما مخصص الحس الممنوح رح يظهر في الميزانية مطروحا من رصيد المدينين، أو تحديدا رصيد الديون الجيدة. شو يعني رصيد الديون الجيدة؟ أي القابلة للتحصيل. لذلك رح يكون عنا مدينون ناقص ديون معدومة ناقص مخصص ناقص مخصص ديون مشكوك فيها بيعطيني الديون الجيدة. إذن يحسب مخصص الحس الممنوح دوما من رصيد الديون الجيدة، يلي هي عبارة عن رصيد المدينين ناقص الديون المعدومة أثناء التسويات الجردية ناقص مخصص الحس الممنوع مخصص الديون المشكوك فيها العام القادم. يلي بيطلع معنا هو الديون الجيدة. واضح لهون؟ واضح؟ قبل ما امسح الشيء اللي كتبته. اوكي. اذا فيني انا لخص الشيء اللي حكيته. تتم المعالج المحاسبي المصروف لحس الممنوح مع مخصص الحس الممنوح بنفس الطريقة التي تم من خلال المعالج المحاسبي الديون المعدوم مع مخصص الديون المشكوك فيها. يحسب مخصص الحس الممنوح من خلال المعادلة. رصيد الديون الجيدة ذكرناها قبل شوي، وهي تمثل رصيد المدينين بعد طرح الديون المعدومة ومخصص الديون المشكوك فيها ضرب نسبة المخصص المقررة للعام القادم. حطينا لكم اياها باللون الاصفر. رصيد الديون الجيدة تساوي رصيد المدينين بعد طرح الديون المعدومة ومخصص الحسم الديون المشكوك فيها. المعالج المحاسبي لتشكيل المخصص. كيف انا بدي شكل المخصص؟ تشكيل المخصص اما بالطريقة المباشرة او غير مباشرة. انا افضل مثل ما ذكرنا بتوسيط حساب المصروف. بتوسيط حساب المصروف من مصروف الحسم الممنوح الى المخصص، الى مخصص الحسم الممنوح، ويقفل مصروف الحسم الممنوح بملخص الدخل. إذا بتذكروا كنا نحن لما بدنا نعالج أو بدنا نشكل مخصص ديون مشكوك فيها كنا نقول
من مصروف الديون المشكوك فيها إلى مخصص الديون المشكوك فيها، ويقفل المصروف في مرخص الدخل. هو بنفس الطريقة قيد تشكيل مخصص الحسم الممنوح هو من حساب المصروف الحسم الممنوح إلى مخصص الحسم الممنوح، ومن حساب ملخص الدخل إلى مصروف الحسم الممنوح كقيد إقفال. يظهر مصروف الحسم الممنوح ضمن المصاريف الإدارية والمالية في قائمة الدخل، ويظهر رصيد مخصص الحسم الممنوح مطروحا من رصيد المدينين بعد طرح الديون المعدومة ومخصص الديون المشكوك فيها. بدي نوه لنقطة، لما نقول مدينين ناقص ديون مشكوك فيها او مخصص ديون مشكوك فيها ناقص الديون ناقص الديون المعدومة بيعطيني الديون الجيدة، بعد ما اطرح مخصص الحسم الممنوح بيعطيني الديون الممتازة. هاي بالنسبة للأثر على قائمة الدخل وعلى الميزانية. إذا إجاكم سؤال أين يظهر مخصص الحسم الممنوح في الميزانية؟ بنقول يظهر مطروحا من رصيد المدينين بعد طرح مخصص الديون المشكوك فيها. أو يظهر مطروحا من رصيد الديون الجيدة. المعالجة المحاسبية في السنة التالية لتشكيل المخصص. بعد ما شكلنا المخصص صرنا جاهزين لأي خسارة محتملة لقاء تسديد المدينين الديون المترتبة عليهم قبل موعد الاستحقاق، أي حين منحهم حسم ممنوح. لما بده يسدد أحد العملاء أو أحد الزبائن ويستفيد من الحسم في الفترة المحاسبية التالية، نحن صرنا بالسنة التالية، بدنا نميز بين عدة حالات. أول شيء إذا كان المخصص على قد الحسم، يعني نحن عطينا الزبون 10,000 حسم أو 1,000، خلينا نقول 10,000 مشان ما نمسح شيء اللي كتبناه، أعطينا حسم. جينا على المخصص، مخصص الحسم ممنوح فيه أيضا 10,000. إذا نحن غطينا الحسم من المخصص رح يظهر عندي إذا كان على الزبون 100,000 واستفاد من حسم 10,000 رح يسدد مبلغ صافي 90,000 إلى النقدية. رح يكون بهالحالة من المذكورين إلى المدينين. المدينين فرضا كان عليهم 100,000، استفاد من حسم 10,000، تغطت من المخصص، إذا من حساب المخصص، والتسعين هي المسددة، 90,000 عم اختصر الأصفار، هي المبلغ المسدد فعلا إلى النقدية. إذا من المذكورين من حساب النقدية ومن حساب المخصص إلى حساب المدينين، هاي في حال التسديد قبل موعد الاستحقاق الفعلي والاستفادة من حسم تعجيل الدفع. واضح؟ من المذكورين من حساب النقدية من حساب المخصص إلى المدينين. أما إذا كان الحسم أكبر من المخصص، يعني مثلا وليكن عندي مخصص فقط 9,000، شو رح يصير؟ يلي رح يصير هو الشكل التالي. الفرق، خليني ارجع لهون، رح يكون عندي إذا كان عندي مخصص فقط 9,000 بغطي 9,000، والألف المتبقية هي مصروف حسم ممنوح.
ليظهر عندي الشكل التالي: من حساب النقدية، من حساب مخصص الحصر الممنوح، من الحصر الممنوح إلى المدينين. واضح؟ راح ناخذ مثال عن حساب مخصص الحسم الممنوح وكيفية معالجة مخصص الحسم الممنوح مع مصروف الحسم الممنوح. لهون واضح؟ اوكي. بفرض لدينا البيانات التالية في نهاية عام 2012: مدينون، طبعا هذا التمرين نحن حالينه سابقا مع بعض الإضافات المتعلقة بالحسم الممنوح. مدينون 95,000، ديون معدومة 5,000، في عندي مخصص ديون مشكوك فيها 10,000. إذا مباشرة مثبت مخصص ديون مشكوك فيها 10,000، وعندي مصروف حسم ممنوح 2000، وعندي مخصص حسم ممنوح، خلينا نحطه هون، مخصص حسم ممنوح 5,000. المطلوب أو عند الجر تبين ما يلي: أفلس أحد المدينين وعليه دين 2000 واعتبر دين معدوم، قرر الشركة تكوين مخصص ديون مشكوك فيها العام القادم بنسبة 10% من رصيد المدينين، وأيضا قررت الشركة تشكيل مخصص حسم ممنوح بنسبة 10% للعام القادم. هون حطينا بنسبة 10%، ما قلنا من رصيد المدينين وما قلنا من رصيد الديون الجيدة. لازم نحن نعرف أن مخصص الحسم الممنوح يحسب من رصيد الديون الجيدة، أي بعد طرح الديون المعدومة ومخصص الديون المشكوك فيها. نبدأ بالحل. أفلس أحد المدينين وعليه دين 2000 اعتبر دين معدوم. من حساب الديون المعدومة إلى المدينين ثبتنا الديون المعدومة الجديدة 2000. صار عندي ديون معدومة 5,000 قديمة، 2000 أثناء الجر 7,000. بيجي على المخصص بلاقي في عندي 10، باخذ منهم 7 بغطي فيه الديون المعدومة، بيبقى عندي 3. إذا غطينا ب7,000 الديون المعدومة من حساب مخصص ديون مشكوك فيها إلى الديون المعدومة 7,000. 2، بنحسب المخصص. قالوا لنا مخصص الحسم الديون المشكوك فيها 10% من رصيد المدينين. كان المدينين 95,000، أعدمنا دين 2000 صفي 93,000. ضرب 10% بيطلع عندي 9,300، وهو المخصص المطلوب للعام القادم. 9,300 بدي شكل مخصص، ما بشكله بكل 9,300 قبل ما ارجع لصندوق المخصص. بلاقي منهم في عندي منهم 3,000، بنقصني فقط ليصيروا 9,300، بنقصني 6,300. لازم يكون عندي بالصندوق 9,300. إذا مكملهم 6,300، بشكل مخصص بال 6,300 من ملخص الدخل إلى مخصص الديون المشكوك فيها، أو فينا نقول من مصروف الديون المشكوك فيها إلى مخصص الديون المشكوك فيها، وبنقفل مصروف الديون المشكوك فيها بملخص الدخل. إذا من ملخص الدخل إلى مخصص الديون المشكوك فيها. انتهينا من معالجة الديون المعدومة مخصص الديون المشكوك فيها. بنتقل لثلاثة: قررت الشركة تكوين مخصص حسم ممنوح بنسبة 10%. أنا قبل بلاقي في عندي مصروف 2000، وفي عندي مخصص حسم ممنوح 5,000. إذا باخذ من 5,000 2000 بغطي فيها المصروف، بيبقى عندي أيضا 3,000.
إذا غطينا المصروف بالكامل من المخصص ليكون عندي قيد التسوية الجردية من حساب مخصص حسن ممنوح إلى مصروف حسن ممنوح. غطينا المصروف بالمخصص. لو ما كان عندي مخصص بكون من ملخص الدخل إلى مصروف الحسن ممنوح. أما كونه عندي مخصص بغطي مصروف الحسن ممنوح من هذا المخصص. ثلاثة، تشكيل مخصص حسن ممنوح بنسبة 10% من رصيد الديون الجيدة. الديون الجيدة هي عبارة عن رصيد المدينين ناقص الديون المعدومة الجديدة 2000، بيطلع 93000. نطرح منه المخصص الواجب تشكيله العام القادم. إذا 93000 ناقص 9300 بيطلع عندي رصيد ديون الجيدة 83700. بضربها ب10% تطلع عندي لازمني مخصص العام القادم 8370. قبل ما اشكل مخصص بهذا الرقم بتوجه لصندوق المخصص، بلاقي في عندي 3000، انا بلزمني 8370 بستكملهم ب5370 وبشكل مخصص فقط بال 5370 من ملخص الدخل إلى مخصص الحسم الممنوح. بنفس الآلية كل المخصصات عم تتعالج بنفس الطريقة. أي سؤال؟ أي سؤال شباب صبايا؟ هداية، محمد، إيمان، رويد، أي سؤال؟ تمام؟ واضحة؟ أوكي. إذا فتحت الحسابات برحل قيود التسويات الجردية إلى الحسابات، رح يطلع عندي مخصص الديون المشكوك فيها كان عندي رصيد 10000، 10000 رصيد. شوف في قيود تسوية جردية تأثر بها المخصص، رح لاقي في عندي من مخصص الديون المشكوك فيها إلى ديون معدومة 7000، إذا إلى ديون معدومة 7000. أيضا من ملخص الدخل إلى مخصص ديون مشكوك فيها، إذا من حساب ملخص الدخل 6300، بيبقى عندي الرصيد الواجب إظهاره في الميزانية 9300، رصيد مخصص الديون مشكوك فيها. مخصص الحسم ممنوح بشكل مشابه كان عندي رصيد 5000. هلا بنحكي يا ايمان. اوكي، يعني تقريبا اخذنا شوط كبير من الشيء المتعلق بالوظيفه مثل ما عم تذكر زميلتنا ايمان. اذا نرجع، مخصص الحسم ممنوح كان رصيده 5000 رصيد 5000، بنشوف في وين في عندي قيود تسويه جرديه تعلق بمخصص الحسم ممنوح، راح الاقي من حساب مخصص حسم ممنوح الى مصروف حسم ممنوح، اذا 2000 مصروف حسم ممنوح. ايضا في عندي من ملخص الدخل الى المخصص، من ملخص الدخل الى المخصص 5370. بيطلع عندي الرصيد
6000 او 8000، ما هيك؟ 8370، وهو الرصيد. الواجب اظهاره في الميزانية، 8370، وهو نفس الرصيد الواجب تشكيله العام القادم. إذا يظهر في الميزانية هذا الرصيد المخصص 8370. بالميزانية راح يكون عندنا المدينون 93000 ناقص مخصص ديون مشكوك فيها 9300، ناقص مخصص الحصة الممنوح 8370، القيمة القابلة للتحصيل أو الديون الممتازة 75330. واضح؟ أي سؤال؟ أي سؤال شباب صبايا؟ أوكي. بنتقل للتسويات الجردية لأوراق القبض. شو هي ورقة قبض؟ مثلا إيمان ورويد. يسعد صباحك ماريا. ممكن ماريا تتابع الشيء اللي فاتك من خلال الأوفلاين، تابع المحاضرة مسجلة بعد إذنك، ضرورية الأفكار اللي ذكرناها بمحاضرة اليوم. أوكي، رويد كأنه فصل عنده النت. طيب إيمان ومحمد، إيمان عنده محل ألبسة، عنده محل ألبسة رجالي، محمد زبون لهذا المحل، محمد زبون جديد لسه ما في أي معرفة بينه وبين إيمان، يعني ما في معرفة تجارية سابقة. سحب بضاعة بمقدار 100000، سحب بضاعة ب100000 ليرة سوري من إيمان، على اعتبار إنه إيمان لساته زبون جديد وما بتعرف مدى التعامل التجاري تبعه، مدى ملاءته المالية. قالت له يا محمد يا ريت تكتب لي سند بالمبلغ. محمد كتب سند بالمبلغ، قال أنا أتعهد بأن أسدد لإيمان مبلغ وقدره 100000 ويحدد التاريخ. بيحدد تاريخ التسديد، سند وثق فيه الدين المترتب عليه لقاء سحب ضاعة من عند إيمان. هذا السند اسمه ورقة قبض، بالنسبة لإيمان اسمه ورقة قبض. إذا العلاقة بين التاجر والزبون بورقة قبض. أما إذا إيمان سحبت من عند تاجر الجملة بضاعة بنفس الطريقة، بكون العلاقة بين التاجر والمورد بورقة دفع. نحن هلأ رح نركز على أوراق القبض. إذا حرر محمد على نفسه ورقة قبض أو سند، سند لأمر، اسمه سند لأمر أو كنبيالة، يلي هو تعهد منه بأنه يدفع قيمة البضاعة المسحوبة بتاريخ الاستحقاق. هي عملية توثيق الدين، وبالتالي لها قوة قانون، لها قوة قانونية، يعني ما بإمكانه أنه يتملص من هذا الدين، لأنه في حال تقدمت هاي الورقة للجهات القضائية رح يكون إلى قوة قانونية. هاي الورقة اسمها ورقة قبض. من ميزات أوراق القبض
أنها قابلة للتظهير أو التزهير. يعني إيمان لما أخذت ورقة القبض من محمد بمبلغ 100,000 مثل الشيكات، فيها إيمان إذا سحبت البضاعة من عند مورد إنه تعطيه قيمة، تعطيه ورقة القبض. سحبت البضاعة مثلا بقيمة 100,000، فيها تعطيه ورقة القبض. لذلك رح نتناول بشكل سريع المعالج المحاسبي لإثبات أوراق القبض، ومن ثم المعالج المحاسبي لتحصيل أوراق القبض وتزهير أوراق القبض، وأخيرا حسم أوراق القبض. لما محمد اشترى بضاعة من إيمان بورقة قبض، إيمان شو بدها تسجل؟ بدها تقول من حساب أوراق القبض إلى المبيعات. ما رح يظهر اسم الزبون محمد لأنه هي أخذت ورقة قبض، أما لما يكون محمد أخذ البضاعة بالدين بدون أي ورقة قبض رح يكون من حساب الزبائن إلى المبيعات. أما كونه تم البيع بورقة قبض رح يكون من حساب أوراق القبض إلى المبيعات. عند التحصيل لما إيمان بتحصل ورقة القبض رح يكون من حساب الصندوق أو المصرف إلى حساب أوراق القبض. طيب إذا إيمان أخذت من هداية، هداية تاجر الجملة، مورد، إذا في عنا هداية هي المورد، وإيمان هي التاجر، هي صاحبة علاقة التاجر يلي عم نشتغل بدفاتره. في عنا محمد يلي هو الزبون. محمد لما سحب ضاعة من إيمان عطاها ورقة قبض، وثبتنا العملية لما سحب البضاعة كان قيد اليومية من حساب أوراق القبض إلى المبيعات، هذا القيد اللي ثبتناه. طيب إذا إيمان سحبت بضاعة من هداية، أيضا اشترت بضاعة على الحساب، رح يكون من حساب المشتريات إلى الموردين. إجت إيمان لحتى تسكر حسابها، قالت لها لهداية يا هداية أنا عندي ورقة قبض بقيمة البضاعة يلي أخذتها من عندك، تاخدي ورقة القبض وتسكري لي حسابها؟ قالت لا تكرم عينك. سجلت عندها من حساب الموردين إلى حساب أوراق القبض، سكر حساب الموردين بورقة قبض. نفس الورقة يلي أخذتها إيمان من محمد بنفس المبلغ، وليكن خلينا نقول هون بالمثال حطينا 50,000، ما بتفرق، نحن كان بمثالنا 100,000. وإيمان سحبت أيضا من هداية 100,000 بضاعة. إذن عند البيع من حساب أوراق القبض إلى المبيعات، لما إيمان اشترت بضاعة من هداية من حساب المشتريات إلى الموردين، ولما سكرت حسابها بورق القبض من حساب موردين إلى حساب أوراق القبض. واضح؟ هي بالنسبة لتزيير ورقة القبض. إذن تزيير ورقة قبض هي عبارة تنازل عنها لشخص آخر اللي هو المورد مقابل الحصول على بضاعة أو سداد لدين. طيب إذا رجعنا لمثالنا الأول، محمد سحب بضاعة من إيمان، أو مثالنا الأخير هداية صار مع ورقة القبض يلي أخذتها من إيمان. هداية اضطرت لسيولة نقدية، ورقة القبض ميزتها مثل الشيك، بإمكانها تروح على البنك تسحب قيمتها. بس البنك فيه في حال هداية كانت ورقة قبض متفق مثلا
انه تتسدد بواحد ثلاثة 2021. إيما هداية اضطرت لسيولة نقدية بعتتها للمصرف، قالت له عندي ورقة قبض ب100 ألف، إذا بعثت لك إياها تحصل لي إياها أو تحسم لي إياها. تحسم لي إياها، هي لسه ما على 1/3، أنا مضطر على سيولة، تحسم لي إياها بقول لها تكرم عينك. بعطيك قيمتها بس بشرط، رح أخصم من قيمتها مبلغ هو مصروف الآجيو. إذا مصروف الآجيو هو عبارة عن عمولة حسم المبلغ أو عمولة سداد المبلغ قبل موعد الاستحقاق. إذا ممكن، إذا كانت عمولة الآجيو مثلا 10%، هداية بإمكانها تأخذ من البنك مباشرة مبلغ 90 ألف. 10 آلاف بالنسبة إلى هداية شو؟ هي خسارة، خسارة ستتحقق في العام القادم. ليش؟ الحسم راح يكون في العام القادم، وأي خسارة قلنا لابد من تشكيل مخصص لها. إذا حسم أوراق القبض هو الحصول على قيمتها الحالية قبل فترة استحقاقها مقابل التخلي عن جزء من قيمتها اللي هو الآجل. الآجيو تتضمن الفائدة وعمولة التحصيل. الفائدة تحسب، نحن طبعا ما بهمنا التفاصيل تماما، بهمنا انه نعرف انه هي عمولة مصروف آجيو. الفائدة هي عبارة عن القيمة الاسمية ضرب نسبة الفائدة ضرب مدة الورقة، قديش مدتها الفعلية، على 360 يوم. وعمولة التحصيل هي عبارة عن قيمة الورقة ضرب نسبة العمولة. كيف يتم إثبات، أو أول شيء خلينا نقول مخصص الآجيو العام القادم؟ أنا كونه بيصير عندي العام القادم حسم للورقة، لابد من حساب أو من إعداد، نجهز نفسنا ونشكل مخصص. مخصص الآجيو العام القادم هو عبارة عن القيمة الإسمية للورقة، قيمة الدين، ضرب معدل الخصم متبع بالبنك. قديش معدل الخصم تبع البنك؟ قديش بيخصم البنك؟ 10%، 15% إلى ما هنالك، ضرب عدد أشهر وسط الاستحقاق، وراح نتعرف عليه من خلال مثال. يعالج مصروف الآجيو بنفس الطريقة مع مخصص الآجيو، بنفس الطريقة اللي عالجنا فيها ديون المعدوم مع مخصص الحسم الممنوح ومصروف الحسم، عفوا، مع مصروف، بنفس الطريقة اللي عالجنا فيها الديون المعدوم مع مخصص الديون المشكوك فيها ومصروف الحسم الممنوح مع مخصص الحسم الممنوح، بنفس الطريقة تماما. لذلك حيكون المعالج المحاسبي لتشكيل مخصص من مصروف الآجيو إلى مخصص الآجيو، ومن ملخص الدخل إلى مصروف الآجيو، نفس الطريقة تماما يلي عالجنا فيها المخصصات السابقة، من مصروف الآجيو إلى مخصص الآجيو، ويقفل مصروف الآجيو بملخص الدخل. رح نتناول كل الحالات من خلال الأمثلة. رح ناخذ مثال التالي. بتاريخ 31/12/2006، ظهرت الأرصدة التالية في ميزان المراجعة من دفاتر أحد المنشآت: 120 ألف أوراق قبض، مصروف آجيو 5200، ومخصص آجيو 5200، مخصص آجيو 5200. وعند الجرد تقرر تشكيل مخصص آجيو علما بأن متوسط تاريخ الاستحقاق هو 1/3/2007،
يعني تصبح الورقة مستحقة بواحد ثلاثة. أنا بهمني من 31/12 لواحد ثلاثة كم شهر فيه؟ من 31/12 لواحد ثلاثة كم شهر فيه؟ إجاباتكم؟ عم انتظر إجابات. من 31/12/2006 لواحد ثلاثة 2007 كم شهر؟ بدي الكل يجاوب بعد إذنكم. الكل يجاوب. إيمان، هداية، محمد، شو جوابك؟ ماريا، رويد. من 31/12 لـ1/3/2007. 31/12/2006 لـ1/3/2007 كم شهر فيه؟ الإجابات، مين ما جاوبني لسه؟ رويد، طيب. من 31/12 لـ1/3/2007 كل الإجابات اللي أعطيتوني إياها خاطئة. ليش؟ عم نقول لـ1/3 وما عم نقول لـ31/3. من 31/12 لـ1/3 أي لنهاية الشهر الثاني فقط. كم شهر يا شباب ويا صبايا؟ أنا أقصد لأنه معظم التمارين تجي فيها هالنكشة هي. نتيجة السرعة ممكن واحد يقول 3 شهور، هي عمليا شهرين. تمام؟ لذلك قلت لكم الكل بده يجاوب، الكل بده يوقع بنفس الخطأ لحتى ما يتكرر هي خطأ. شهرين. إذا وسط الاستحقاق هو شهرين، 31/12 لـ1/3 هي شهرين. معظم التمارين تجي فيها هيك نكشة، ديروا بالكم. بيجي هيك نكشة بالتمارين. أوكي؟ ومعدل الخصم لدى المصرف 10% سنويا. أول شيء بشوف في عندي مصروف آجيو وفي عندي مخصص آجيو يغطي هذا المصروف على قده. على قده تماما. إذا باخذ كل المخصص ما بصفى عندي شيء من المخصص. بغطي فيه المصروف. من مخصص الآجيو إلى مصروف الآجيو، غطيته بالكامل 5200. بدي شكل مخصص العام القادم، طبق المعادلة. مخصص الآجيو العام القادم، القيمة الإسمية للورقة 120,000 ضرب معدل الخصم، معدل الخصم بالمصرف 10% ضرب 10% ضرب عدد أشهر وسط الاستحقاق اللي هو عبارة عن شهرين من أصل 12. 2/12 بيطلع عندي مخصص الآجيو لأجل تشكيل العام القادم 2000. بتطلع مخصص الآجيو القديم 0. إذا مشكل مخصص بكامل 2000. مشكل مخصص بكامل 2000. لدي من مصروف الآجيو إلى المخصص ويقفل المصروف بملخص الدخل بالـ2000. واضح؟ اوكي. طيب. نفس التمرين. بس بدل ما اقول عندي مخصص 5200 راح اقول عندي مخصص 4200. ما راح ارجع اعيد شرح التمرين، انا بس بدي اشوف شو التغيير اللي راح يظهر. عندي مخصص 4200 فقط. اذا عندي مصروف 5200 وعندي مخصص فقط 4200. إذا المصروف الحسم ممنوح 5200. بس المخصص عندي فقط 4200. إذا المخصص لا يغطي إلا جزء من المصروف. باخذ كامل المصروف
بغطي فيه جزء من الأربع من 5200، قديش ببقى؟ ببقى 1000، ما هيك؟ من وين باخدهم؟ الألف هي عبارة عن خسارة، صح؟ باخدهم من ملخص الدخل. ليكون عندي قيد اليومية من المخصص 4200 إلى المصروف، هو المصروف 5200. إذن من مخصص الآجو 4200 ومن ملخص الدخل 1000 إلى مصروف الآجو 5200. باقي ما يتبقى من العمليات لا يتأثر. طيب لو كان عندي ستة آلاف ومئتين، خلينا نحل التمرين على أساس 6200. إذا عندي مخصص 6200، نفس المعطيات تماما إلا أن المخصص اختلف. بدي غطي مصروف الآجيو، بلاقي عندي فقط 5200 ومخصص الآجيو 6200. إذا باخذ من 6200 5200، بغطي فيها المصروف من مخصص الآجيو إلى مصروف الآجيو 5200. قديش بيبقى معي كمخصص؟ بيزيد معي 1000، راح خليهم. حسبنا المخصص العام القادم، لقينا بيلزمني 2000. قبل ما أشكل مخصص ب2000 بتطلع على المخصص السابق، في عندي 1000، إذا بديش بشكل مخصص فقط، أنا بلزمني 2000، لقيت في عندي سابقا 1000. شو بساوي؟ بشكل فقط ب1000، هاي بدي شكل فيها المخصص فقط، لأنه عندي 1000 سابقة، أنا بلزمني بهذا الصندوق 2000، إذا مشكل مخصص فقط ب1000. ليكون عندي قيد التسوية أو قيد تشكيل المخصص من مصروف الآجيو إلى مخصص الآجيو 1000، ومن ملخص الدخل إلى المصروف. حالة أخرى، نفس المعطيات إلا أنه عندي مخصص 7200، إذا مخصص، معلش لا تتضايقوا، عم أعطيكم كل الحالات لسه في قدامنا وقت. 7200، عندي المصروف 5200، باخذ من 7200، خلينا نكبره شوي للصندوق، صندوق المخصص، إذا عندي مخصص 7200، باخذ من هذا المخصص 5200، بغطي فيه المصروف، بيزيد معي قديش بهذا الصندوق؟ 2000. إذا من مخصص الآجئ المصروف أخذنا بالكامل 5200، غطينا فيها المصروف. حسبنا المخصص العام القادم طلع بيلزمني 2000. بتطلع على المخصص يلي عندي صندوق المخصص بلاقي 2000 على الأد تماما. إذا هون ما بشكل مخصص بالمرة، أنا عندي مخصص سابق بغطيني المخصص المطلوب للعام القادم. واضح؟ اوكي. حالة أخرى، عندي مخصص 8200،
ومصروف 5200، إذا باخذ 8200، 5200 بغطي فيها المصروف، بزيد معي 3000، بزيد 3000 بلزمني للعام القادم 2000. بلاقي في عندي 3000، أنا بلزمني منهم 2000، 2000، لذلك 1000 الزايدة برجعها لملخص الدخل، 1000 ربح ما بتلزمني، بطلعها بحطها برجعها لمحل ما جبتها من ملخص الدخل. هون في خطأ مطبعي بس نصلحه. إذا من مخصص الآجئ إلى ملخص الدخل لازم يكون هون 1000، رح صلحها مباشرة. إذا من مخصص الآجئ إلى ملخص الدخل 1000، واضح؟ هاي كل الحالات اللي ممكن تواجهكم. أي سؤال؟ هذا تمرين تدريبي إذا بتحبوه. أنا امبارح بعثت لكم معظم السلايدات تبع المحاضرات، وصلوكم؟ سلايدات المحاضرات على ما أعتقد للمحاضرة السادسة. وصلوا ما هيك؟ 3 فقط. بعثت 6 محاضرات. المحاضرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. بس لثلاثة؟ طيب. نعمل محاولة ثانية، نبعث للمحاضرة السادسة أو السابعة. 2 و3 و5 وباقي الطلاب 2 و3 و5. الأولى ما وصلت. البعض وصلت الأولى، البعض وصلت الثانية والثالثة والخامسة. أنا بعملها رسالة جماعية لكل طلاب الصف. شو 245 يا إيمان؟ 2 و5؟ غريبة. معناته انبعثوا الستة. واصلكم للخامسة. 2 4 5، غريبة. أسهل واتساب. لحتى توصل لكل طلاب الشعب مضطر ابعتها على الايميل، على ايميل الجامعة. طيب اوكي. نحن لهون انتهت محاضرة اليوم. أي استفسار عن محاضرة اليوم؟ واضحة الأفكار اللي حكيتها بالمحاضرة؟ ممكن بالمحتوى العلمي هلا في السلايدات، أنا في سلايدات إضافية مشان ما تستغربوا خارج المقرر. سلايدات إضافية الغاية منها بس فقط لتبسيط شرح ما ورد في سلايدات المقرر. السلايدات اللي أعطيتكم إياهم اليوم أغلبيتهم من خارج المقرر، تمارين، ما بقصد التمارين، وبعض يعني لتبسيط شرح الشيء الوارد بالمقرر. في أي سؤال؟ نعم. أنا فورا راح أنزلها أوفلاين. نعم. إيمان ما فتح عندك سلايدات؟
سلايدات، ملفات باوربوينت. بعتهم ملفات باوربوينت. في حدا ما فتح معه السلايدات كمان؟ اوكي. شكرا ماريا.